ولذلك ما قبل العملية وأثناء العملية وما بعد العملية. كان السيد عادة يعني يتكلم ومع الفريق ومع الأخوة الذين يعني كانوا بخدمته. الشيء الذي أبينه الآن بخدمتكم وللتاريخ أن سماحته لم يدع لنفسه قط. وحقيقة هذه مسألة قد الإنسان مع هذا العمر الكبير يعني لم يقل اللهم عافني اللهم اشفني، وإنما كان يدعو للعراق يعني ما قبل العملية وأثناء العملية وما بعد العملية. كل دعائه لسانه كان يلهج بحفظ العراق والعراقيين. وأعتقد هذه رسالة واضحة للعراق وأهل العراق أن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمة سماحة السيد